بس يا جماعة أنا عايزة أفاجئكم، أنا هربت سويسرا، أنا رحت سويسرا، مين تاني راح سويسرا؟ تعالوا نشوف. أيه يا جماعة؟ هاتوا بسرعة. أيه يا جماعة باقي الأساتذة فين؟ آسر. هلا أوب، هلا أوب. مين تاني؟ وطبعا مين راح سويسرا؟ عشان التجمع فيه توريشة فروحنا سويسرا صح؟ طبعا على فكرة توريشة في سويسرا وماجي توريشة في كل حتة في سويسرا يعني معانا سويسرا بص البرد بتاع مين سويسرا مين تاني؟ تعالوا ندور مين تاني راح معانا سويسرا يا جماعة؟ مين تاني راح معانا سويسرا؟ ده سويسريين كتير قوي احنا هنا قوي قوي شغل لاك ليمون بكود سويس السي شيرين فرجة راحت معانا سويسرا برضه لما كانوا معانا بيحتفلوا بنجاح المسلسل واحنا معاهم احنا حقيقي احتفلنا بيكي يا كامله كانك موجوده واكتر يعني كان احساسنا ان انت حاضره احساس كل واحد في الحلقه انه لا يعني كامله هي القبطان كل واحد فرحان بادائه بس كلهم مدركين انه كامله ابو ذكري هي اللي عملت المسلسل والله انا دول كمان فرق اغنيه انا كاملة. انا حسن ابو الروس استاذه كامله يا كامله بجد كامله ما فيش زيك قال لي عسكر معاك يا مثل من الخميس للحد معاك يا مثل من الخميس للحد عشان كهد الدنيا بروز ده حكاية زيزو زيزو أغنية والجمهور تفاعل معاها هو أنا كمان حظي الصراحة إن نيلي وآسر الاثنين محترمين قوي ولاد ناس قوي لأنه كان ممكن قوي ينفسنوا على الباقي كان ممكن قوي تكبرتي أدوار الباقي الأدوار ومروستيهم يعني وده كان بيزعج ساعات بيزعج نجوم انك انه بالعكس كنت الاقي آسر يقول للشريف دسوقي سباعي انت شايف ما عامل ايه مكسر الدنيا في ممثل غيره كان يجي وشه مقلوب عليا يعني في نوعيه دي موجوده او نيلي نجلاء كل الناس كاتبه نجلاء مش عارفه ايه كان ممكن تيجي منزعجه لكن هم قد كده نيلي وآسر عندهم ثقه وهم بيحبوا المهنه فهم كانوا مبسوطين هم مستمتعين نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك